من الأسرار الإيمانية لقول الحق وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، زي ما شفنا إن ربنا بيربط بين الجلال والجمال، بين عظمة الله وكبريائه وجبروته وبين رحمته سبحانه وتعالى. وفي ملمح مهم قوي لما نيجي نقف عند الشهادتين، شهادة دخول الإسلام، الإنسان بيشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فكأن ربنا عاوز يربط هنا كمان ما بين الألوهية والعظمة وما بين الرحمة. الألوهية والعظمة متمثلة في الله سبحانه وتعالى، والرحمة متمثلة في تجليات الحق سبحانه وتعالى على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فكأن الإنسان لما يقول لا إله إلا الله تدخله على الرحمة مباشرة، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. لما تقول لا إله إلا الله بعدها تدخل على الرحمة من حيث باب رسول الله محمد رسول الله، ومحمد رسول الله ربنا بيقول عنه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فده سر من أسرار هذه الآية المباركة، إنها جلبت إلينا الرحمة. كل ما له سلطان على القلب أو النفس عايز تبعده عنك قل لا إله إلا الله، أكثر من ذكرها. تاخد حاجات كتير جدا، أولا تأخذ الرحمة زي ما اتكلمنا عنها، ثانيا يأتيك الفلاح من حيث لا تدري. النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا حال المشركين وحال العرب قبل لا إله إلا الله وبعد لا إله إلا الله. دايما النبي كان بيقول في الحديث قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. لما تقول لا إله إلا الله مرتبطة بالفلاح، زي ما هي مرتبطة بالرحمة بمحمد صلى الله عليه وسلم بالرحمن الرحيم، مرتبطة بفلاحك في الدنيا. فلو عندك محطات في حياتك عايز تنجح فيها قل لا إله إلا الله وأكثر من ذكرها. علشان كده النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. دي كلمة الأنبياء بيذكروا ربنا بيها. العرب النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم قولوا لي كلمة واحدة يدين لكم بها العرب والعجم. إيه هي الكلمة دي؟ هي لا إله إلا الله، هي السر العجيب والسر الكبير. لا إله إلا الله لما العرب بعضهم سلم بها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، شوف تغير الحال إزاي. العرب كانوا عايشين في شتات فتوحدوا لما قالوا لا إله إلا الله وأيقنت بها قلوبهم، إزاي كانوا في ضعف وانتقلوا إلى قوة. لما قالوا لا إله إلا الله وتحققوا بها، إزاي كانوا قادة وسادة للعالم كله. فلا إله إلا الله على المستوى الفردي تعطيك الأمان وتعطيك الحفظ وتعطيك الفلاح، فحافظ عليها ورددها كتير جدا. كمان من أسرار وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، سر عجيب جدا مرتبط بسورة البقرة اللي احنا متعودين ان احنا نشغلها علشان تبقى لنا حصن وأمان. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول في فضلها لا تستطيعها البطلة، يعني السحرة. طبعا كلنا عارفين ان في سورة البقرة كلام عن السحرة، وانها فيها رد لهؤلاء السحرة ومكرهم، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. دايما بنبقى مرتبطين بأنه رد السحر بيكون بهذه الآيات. طبعا هذه الآيات لها فضل شديد، لكن في أسرار تانية موجودة في سورة البقرة، من بينها آية الكرسي اللي الشيطان لا يستطيع أن يقرب الإنسان إذا قرأها صباحا ومساء. لكن في سورة البقرة بقى سر عجيب مرتبط بالآية دي، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. هذه الآية لا تستطيعها وتهابها ولا تقدر عليها مردة الجن. الإمام الديلمي بيروي لنا أثراً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذه الآية لا تستطيعها مردة الجن، الشياطين الشديدة اللي بتحاول تؤذي الإنسان ما تقدرش تقرب منه بسبب هذه الآية، هذه الآية تحرقها. فعلشان كده حافظ على ذكر هذه الآية دايماً، قل لا إله إلا الله
لا إله إلا الله هي حقيقة العبودية، لا إله إلا الله بتنفي كل إله إلا الله. ولذلك أحدهم وهو بيذكر بلا إله إلا الله كان دايما يقول لا أستطيع أن أذكر بها. ليه؟ لأنه عارف حقيقتها. كان بيقول لهم أخاف أن أموت بين النفي والإثبات. النفي لا إله، لأنك لما تنفي لا إله يعني بتنفي الألوهية مطلقا، إلا الله أنت بتثبت الألوهية لواحد بس هو الله سبحانه وتعالى. فالشبلي رضي الله عنه وأرضاه يقول أخاف أن أذكر بها فأموت بين النفي والإثبات. وعلشان كده كان دايما يردد كثيرا بقلبه الله الله، لأن ده إثبات لله سبحانه وتعالى. فإذا كنت عايز الحفظ وعايز الفلاح وعايز القوة والنصر والتمكين أكثر من قول لا إله إلا الله، ده السر العظيم اللي النبي صلى الله عليه وسلم علمنا إياه. قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا لا إله إلا الله تدين لكم بها العرب والعجم، خير ما قلت أنا والنبيين من قبلي لا إله إلا الله.